صباح الخير على زملائنا في الاستوديو، صباح الخير على كل متابعي سادة البلد في كل مكان، اهلا بحضراتكم. طبعا زي ما عودناكم جولة الاسعار اليومية، بس النهاردة الجولة معانا مختلفة. احنا النهاردة قررنا نقول معاكم اسعار اللحوم، لان احنا طبعا عودناكم نقول فاكهة وخضار وسمك، لكن النهاردة قررنا نعمل حاجة جديدة. طبعا احنا موجودين في احد المحلات الموجودة في حي شبرا الخيمة، تقريبا في محافظة، يعني تحديدا في محافظة الاليوبية، وطبعا معانا الحاجة صاحبة المحل اللي هتقول لنا الاسعار كلها، وطبعا هتدينا كمان نصايح مهمة جدا واحنا بنشتري اللحمه. صباح الخير يا حاجه، تعالي اتفضلي معانا هنا. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. مبدئيا كده عايزين بقى نعرف من حضرتك الاسعار بتاعه اللحمه كلها، اللحمه الكبيره، اللحمه الصغيره، الكبده، البفتيك، وكل الاسعار اللي بيسال عنها المشاهدين بتوعنا يوميا. يعني اللحمه الكبيره ب 350، واللحمه الصغيره ب 380، البفتيك ب 450، الكبده ب 400، الكفته ب 250، الحاتي، السجق ب 250، الهمبرجر ب 250. عايزه تسال عن ايه؟ الكوارع بقى والفشه والكرشه ولحمه الراس والحاجات بقى اللي كل الناس بتحبها، والممبار. ماشي، الممبار 180، والكوارع ب 300، والكرشه ب 70، والفشه ب 150، ولحمه الراس ب 180. طيب صغيره كلها. طيب احنا بقى عايزين نعرف الفرق بينهم. الفرق بين اللحمه يعني والكرشه والحاجات دي اكل ودي اكل، اللحمه الصغيره حاجه واللحمه الكبيره حاجه. طيب بتاخد بقى ايه الفرق بينهم، اللي بياخد سوا على النار اكتر؟ لا، الاثنين عندنا بياخدوش سوا، لانها لحمه يعني شباب صغيره، فيعني حاجه يعني ما بتكملش ساعه ان شاء الله على النار. انا دلوقتي كل مثلا يجي حد يشتري لحمه يقول لك انا بتضحك عليا وانا بشتري اللحمه، ازاي ما يضحكش عليا وانا بشتري اللحمه؟ لا، دي بقى تبع جوده اللحمه، الجزار جوده بتاعه اللحمه اللي الجزار بيجيبها يضحك عليه. ده في انواع لحمه كتير بقى اللي الناس شغاله فيها احنا ما نعرفهاش. طيب انا اعرف بقى ازاي اللحمه اللي انا هاخدها دي حلوه ولا وحشه، بايظه كويسه، يبقى باين عليها لونها بيبقى مختلف؟ ايوه، بيبقى باين عليها الختم بتاع السلخانه، حته اللحمه بتبقى باينه وهي متعلقه حلوه ولا وحشه. فاللي بيشتري يعني ما شاء الله عينيه عارف الحلو من الوحش، فبيبقى باين على اللحم. طب الحاجات بقى اللي هي الفشه والكرشه، ممكن بقى توريها لنا كده في ال، بصي الفشه اهي دي ب 150، ودي الرجل 300 جنيه، وادي الكرشه ب 700 جنيه، وادي الطحال ب 150 جنيه. ده الطحال؟ ده الطحال اه ب 150 جنيه. ماشي، عايزه ايه تاني؟ الممبار ب 180 جنيه. الممبار اهو 180 جنيه، ولحمه الراس ب 180 جنيه. حاج بيكسر اهو. الله يخليك الله يخليك. وزي ما سمعنا متابعي صدى البلد ان اللحمه الكبيره سعرها 350 جنيه، اللحمه الصغيره 380 جنيه، الممبار عامل 180 جنيه، كمان معانا الكبده 400 جنيه، والبفتيك 450 جنيه، اما عن الكرشه ف 70 جنيه، والفشه 150 جنيه، ولحمه الراس 180 جنيه، وفرده الكوارع الواحده عامله 300 جنيه، اما عن الحواوشي عامل 150 جنيه، الهمبرجر 250 جنيه، والسجق برده 250 جنيه، اما كمان الكفته فبنني بيها 250 جنيه. دي كانت جولة الأسعار بتاعتنا من محلات اللحوم الحمراء، وبنشكركم شكرا جزيلا وعودة مرة أخرى للاستوديو.